الأهلي أعظم نادي في الكون. بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان، اهلا ومرحبا بحضراتكم من جديد في حلقه جديده من ملوك الصراط. زي ما تعودنا مع بعض بنطلع كل يوم جمعه من 7 ل 9 عشان نسلط الضوء على اهم الاحداث اللي حصلت خلال الاسبوع داخل النادي الاهلي، خاصه في الالعاب الاخرى. خلينا اقول لحضراتكم واستعرض معاكم النهارده حلقتنا عباره عن ايه. حلقتنا هتكون الانترو اللي انا مع حضراتكم فيها، هنستعرض خبر مهم يمكن كان من ابرز الاخبار اللي حصلت خلال الاسبوع الماضي وغطيناه بكاميرا النادي الاهلي. والحقيقه برضو النادي الاهلي او قناه النادي الاهلي كمان وهي جزء من النادي الاهلي لا يتجزا منه، هدف النادي الاهلي مش بس البطوله، مش بس يعني احراز اكبر عدد من البطولات سواء محليه او قاريه او حتى عالميه، ولكن برضو رساله النادي الاهلي هي اخراج نشء سوي يعني عنده كل المقومات انه يقدر يكون بطل، حتى لو ما بقاش بطل يقدر يعرف يعني ايه رياضه ويقدر يتعلم من رياضه الكثير. الحقيقة احنا بس في ملوك الصلاة مش بنستضيف النجوم المعروفين لكل الجماهير، ولكن في نجوم محدش يعرفهم، خاصة الناشئين والناشئات. يعني يمكن في من اول 11 سنة او 12 سنة اللي بتبتدي فيها المنافسات في كل الالعاب، الحقيقة في ابطال وفي ولاد وفي بنات صغيرين بيبذلوا مجهود، ممكن في يوم من الايام يكونوا ابطال وممكن ما يكونوش، لا ما يكونوش ابطال، ولكن الاكيد انه هيتعلموا حاجه جوه النادي الاهلي، الحاجه دي اكيد هتفيدهم بره، والحقيقه دي اكبر رساله بيقدر يقدمها النادي الاهلي لمصر كلها مش بس الاعضاء او جماهيره. فالنهارده كره اليد للناشئين والناشئات الحقيقه عامله طفره الفتره الاخيره في قطاع الناشئين والناشئات، وفي مواليد 2006 و2007 عاملين او واخدين بطولات مؤخرا، فكان دورنا ملوك الصالات ان احنا نستضيف هذه الابطال ونتكلم معاهم نشوف طموحاتهم ايه، شايفين ايه، لان لما الناشئ او الناشئه بيلعب وياخد بطوله ويلاقي نفسه بيتكرم من النادي بتاعه وبيطلع على قناه النادي الاهلي، الحقيقه دي بيبقى ليها مردود تاني خالص للناشئ او الناشئه، بيساهم بشكل كبير في تكوين شخصيه البطل. الاعلام اصبح جزء لا يتجزا من، او كيفيه التعامل مع الاعلام بقى جزء لا يتجزا من شخصيه اللاعب، لانه الحقيقه الميديا في كل حته دلوقتي، واللاعب اول ما هيخش جو المنافسات على الفريق الاول لازم يكون عنده خبره جيده ازاي يتعامل مع الاعلام، وده دور قناه النادي الاهلي وعمرنا ما نتاخر عنه، وسنظل ان شاء الله نأديه على اكمل وجه. اذا الفقره الاولى هيكون فيها الخبر المهم اللي كان ابرز داخل النادي الاهلي خلال الاسبوع اللي فات، وهيكون معانا فقره طبعا الكابتن كريم ابو الخير مدرب الناشئين 2006 او مدرب ناشئات 2006 لكره اليد، وهيكون معانا الكابتن حنان عيد برضو مدربه الناشئات 2007 لكره اليد طبعا في الفقره الثالثه. طيب خليني استعرض مع حضراتكم الخبر الابرز كان خلال الاسبوع اللي فات، والحقيقه قناه النادي الاهلي كانت موجوده وغطيته بشكل كبير، وزعنا لحضراتكم الحدث اكتر من مره على شاشه قناه النادي الاهلي، وهو النادي الاهلي كان بيحتفل بالفرق الرياضيه اللي حصلت على بطولات خلال الفتره اللي فاتت. خليني اقول لحضراتكم ان في رساله مهمه، يعني يمكن مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب عايز يوصل رساله معينه. التكريم دايما بيحصل في نهايه الموسم بعد ما الفرق كلها بتكون خلصت تنافساتها، ولكن كابتن محمود الخطيب ومجلس اداره النادي الاهلي اصروا على تكريم في وسط الموسم. الرساله كانت واضحه جدا انه احنا داخلين على فتره مهمه، بنشكر الفرق اللي وفقت وحققت بطولات في اول الموسم، داخلين على فتره مهمه شهر مارس وشهر ابريل 5 بطولات افريقيا على صاله النادي الاهلي، ده غير البطولات المحليه. اذا الرساله واضحه، بنكرم الفرق، ولكن خلاص البطولات اللي اتخذت اصبحت تاريخ، وهنشوف الكلام ده في كلمه كابتن محمود الخطيب، وبعد ذلك البطولات اللي جايه هي دي الاهم، لان النادي الاهلي دايما عنده شغف للبطولات. فالتكريم كان عباره عن رساله واضحه في وسط الموسم، زي ما تعودنا كان بيبقى التكريم في الاخر، ولكن في وسط الموسم هو ده كان الجديد، فكان لازم نغطي الحفله ونشوف رساله مجلس اداره النادي الاهلي لفرقه الرياضيه كانت عباره عن ايه. خلينا استعرض مع حضراتكم الخبر وهو الابرز اللي حصل خلال هذا الاسبوع. الاهلي يحتفل بالفرق الرياضيه. اقام مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب الاثنين الماضي احتفاليه للفرق الرياضيه التي حققت بطولات في الفتره الماضيه، وشملت فريق السله وفريق رجال، فريق السله رجال وسيدات، وسيدات الطائره والاسكواش.
وحضر الاحتفاليه مجلس اداره الاهلي يتقدمه الكابتن محمود الخطيب ونائبه العمري فاروق وامين الصندوق خالد الدرندلي واعضاء المجلس خالد مرتجي ومحمد الضماطي ورانيا علواني وابراهيم الكفراوي وطارق انديل وجوهر نبيل والاعضاء تحت السن محمد الجرحي ومحمد سراج ومهند مجدي والعميد محمد مرجان المدير التنفيذي. طبعا دي لقطات من التكريم وحفل التكريم واللي اقيم في مقر النادي الاهلي بالجزيره. طيب، وشهدت الاحتفاليه تكريم الفرق الرياضيه ومأدبه عشاء تم التقاط الصور التذكاريه لمجلس اداره مع الفرق الابطال. وكان مجلس اداره النادي الاهلي قد اقام حفلا لتكريم فريق كره السله رجال وشباب اللي هو رجال ومرتبط اللي هو 16 سنه بعد تتويجه بدوري المرتبط وفريق كره السله سيدات وشابات اللي هو تحت 16 سنه ايضا لفوزه ببطوله المرتبط وفريق كره الطائره سيدات بعد تتويجه بلقب البطوله العربيه وثنائي الاسكواش مصطفى عسل اللي استضفناه عندنا في ملوك الصالات وحصل على لقب بطوله انجلترا المفتوحه تحت 17 سنه وعبد الله عمرو لاعب النادي ايضا الذي توج ببطوله المانيا المفتوحه تحت 13 سنه. الحقيقه تكريم السله رجال وسيدات والطائره سيدات طبعا الرجال في الباسكت بالمرتبط وفي نفس الوقت الاسكواش كانت رساله واضحه زي ما قلنا لحضراتكم اهمها انه احنا داخلين على فتره جامده وفتره فيها بطولات خمس بطولات افريقيا ستقام على صاله النادي الطائره رجال وطائره رجال وطائره سيدات طائره رجال سوبر افريقيا كره اليد ابطال الكؤوس رجال لكره اليد ابطال الكؤوس سيدات لكره اليد حقيقه خمس بطولات على ملعب الامير عبد الله الفيصل بالجزيره واضح ان الرساله واضحه من مجلس اداره النادي الاهلي ان احنا عايزين الخمس بطولات دي وحتى البطولات المحليه النادي الاهلي ما بيفرطش فيها. طيب خليني اطلع لفاصل مع حضراتكم طبعا نشوف كلمه كابتن محمود الخطيب خلال حفل التكريم واستقبل فيها ضيوف اللي هيكونوا معايا الكابتن كريم ابو الخير طبعا مدير فني ناشئات كره اليد بالنادي الاهلي وهيكون معانا اللاعبه شروق محمود واللاعبه نهى اهاب. نطلع نتفرج على كلمه او نسمع كلمه كابتن محمود الخطيب ونطلع لفاصل وارجع لحضراتكم نستقبل ضيوفي. اللي فات ده تاريخ بمعنى اتكتب خلاص في التاريخ. لكن اللي جاي هو الأهم ودايما اللي بيحقق بطولة النادي الأهلي ما ينفعش يبقى رقم اثنين بس كلكم تبقوا فاهمين كده النادي الأهلي دايما رقم واحد وانتوا في الملعب وانتوا بتلعبوا دايما خلوها في بالكم الأهلي يعني بطل الأهلي مش حاجة تانية البطولة زي ما هي بتسعد ملايين الناس في بعض الناس ممكن تكون ازاي بقى انا يعني اجيب البطل دوت ازاي ان انا احرج البطل ده ازاي ان انا اكسب البطل ده طبيعي ده طبيعي ان يكون في منافسه الناس كلها خلاص عايزه تنال من البطل وده قدركم ده قدر النادي الاهلي النادي الاهلي طول عمره هو رقم واحد هو صاحب الارقام القياسيه هو البطل الدائم ان شاء الله باذن واحد احد ان شاء الله فدايما في ناس تانية انا بقى عايز اكسر البطل ده اللي يكسر البطل مره ده بالنسبه له انجاز بالنسبه له انجاز فانتوا خدوا بالكم اللي فات خلاص زي ما قلت تاريخ والتاريخ ده اتحط في تاريخكم وتاريخ ناديكم لكن خلاص اللي جاي اهم وابقى واللي جاي عايز منكم مسؤولية أكبر وعايز منكم تضحيات أكبر وعايز منكم مجهود أكبر لأن أنت خلاص اللي خد البطولة الفترة اللي فاتت داخل بعد بكرة يلعب كأس مصر وهيلعب بطولة تانية كل الفرق التانية عايزة يعني عايزة تنزل بالبطل ده فأنتوا هتلاقوا صعوبة الفرق لما بتلعب بعض غير ما تلعب النادي الأهلي الموضوع مختلف كل الناس طمعانة انها ازاي يعني يبقى هو ده الماتش بتاع او ده هي المباراه بتاعت الموسم يعني فانتوا خدوا بالكم بقى مسؤولياتكم بقت كبيره جدا كل ما بتحققوا حاجه كويسه المسؤوليه بتزيد مش المسؤوليه بتبقى يعني بتبقى اسهل بالعكس بتبقى اصعب اللي جاي ان شاء الله بمجهودكم وبحبكم لبعض وعلاقاتكم باجهزتكم الفنيه والاداريه اعتقد ان الامور تبقى سهله ومن اقتناعكم من جواكم كلكم ان النادي الاهلي يعني روح الفانيلا الحمراء النادي الاهلي لازم نثبت للناس كلها قيمه ومعنى النادي الاهلي وده شيء
في ايديكم. انتوا النهارده احنا كمجلس اداره او اداريين او فنيين احنا بنحاول نقدم لكم، بنحاول ان احنا نوفر لكم الامكانيات الكويسه. انتوا الواجهه، انتوا اللي بينزل الملعب وبيلعب باسم النادي الاهلي هو الواجهه. اللي بيلبس التراك سوت ده او التيشيرت دي هو ده الواجهه بتاعت النادي الاهلي. عليكم مسؤوليات كبيره جدا لان كل الناس بتتفرج عليكم. والفتره اللي جايه ان شاء الله هيكون لينا يعني بنفكر ازاي مع القناه بتاعت النادي الاهلي يكون مبارياتكم باستمرار موجوده ان شاء الله. طبعا لسه موضوع القناه ده لسه هندرسه كويس، لكن ان شاء الله لازم يكون عين القناه موجوده في كل مكان وكل لعبه في النادي باذن الله. حتى النهارده لما الناس كلها بتتفرج عليكم سلوككم في اللعب محسوب علينا وعلى النادي الاهلي، روحكم اللي بتأدوا بيها محسوب عليكم وقبليكم على النادي الاهلي. وعايزين ندي نماذج، ودي حاجه لازم تاخدوها. انا شايف برضه شباب صغير موجود ده كويس. انتوا كلنا كده، كل الموجودين في القاعده دي عليهم مسؤوليه كبيره جدا للاطفال الصغيرين وللناس الصغير. انتوا اللي بتعلموهم دلوقتي، الناس كلها بتتفرج علينا، الاطفال الصغيره بتتفرجوا عليكم من بره دولت، عايزين يعرفوا يعني ايه قيمه النادي الاهلي. انتوا النهارده بالمباراه اللي بتأدوها وبسلوككم وبايمانكم بانفسكم وبناديكم اعتقد ان شاء الله تدوا مثل كويس جدا جدا للناس الناشئه، وتدوا سمعه طيبه جدا في مصر اللي هي سمعه النادي الاهلي اللي هي الناس كلها الحمد لله رب العالمين بتفخر، الناس تفخر ان هي موجوده تحت لواء النادي الاهلي وانها ترتدي الزي بتاع النادي. فانتوا النهارده زي ما بقول لكم بطوله خلصت او انجاز خلص، هخليكم بعدكم خلاص ده هيتحط في التواريخ، ده هتحكوا هيتحكي عليه. لكن اللي جاي هو ده اللي بقى فيه صعوبه للناس كلها زي ما قلت لكم عايزه ازاي تكسر البطل. ان شاء الله بعزيمتكم وبروحكم وبادائكم وحبكم لبعض كل فرقه يعني اعتقد ان شاء الله هنفضل باذن الله على المقدمه باذن الله. عايزين نعمل القعده دي احنا كلنا قاعدين مع بعض النهارده الاسره الواحده. اسره النادي الاهلي لازم نعيد ده. وانا بقول لكم الكلام ده يمكن انا كرياضيين بس في ناس طبعا اكبر مني موجودين وتاريخهم اكبر مني في النادي موجودين. احنا واحنا صغيرين احناش صغير كنا بنعمل كده ان احنا القعده دي وبناخد نصايح من الكبار. والكلام انا بقوله دوت مش بقوله انا يعني انا بفكر فيه، انا سمعته، انا برضو سمعته عشان كده احنا لازم نسلم بعض. عشان كده بقول لهم مسؤولياتكم انتوا تجاه النشأ ان شاء الله الصغير اللي طالع باذن الله. احنا دورنا نحاول بقدر الامكان نوفر لكم كل الامكانيات اللي ممكن تخليكم يعني تأدوا احسن اداء ممكن باذن الله. وانتوا دوركم تحافظوا على ناديكم وتخلوا دايما ناديكم نمره واحد ودايما تكونوا قدوه للنشأ الصغير. دي الادوار اللي احنا كلنا بنمشي، كلنا زائلون. النادي الاهلي هو اللي بطل، وكل واحد فينا بالحاجات اللي انا بقول عليها دي يسيبها في النادي. لاختك او لاختك اللي هو في المدرسه الصغيره دلوقتي لازم تكون قيمه معينه، حسيتكم قيمه النادي الاهلي. انا بس بتكلم ان انا اول مره نقعد نتكلم مع بعض مش تبقى اخر مره. انتوا كل زمايلكم الاخرين كل كده كام شهر كل 3 شهور 4 شهور ممكن نعمل قاعده كده اي حد بيبقى فيه انجاز في بطوله بنقعد عشان نشكره ونقول له ونفكره ان البطوله دي بقت للي جاي بقى اصعب بس انتوا قدها. النادي الاهلي طول عمره يا شباب يحلم ان هو يكون بطل وبين ابطال. النادي الاهلي كنا مثلا بنتكلم زمان بطوله دوليه بنحلم بيها وبتتحقق. الاهلي بيبدا يحلم بطوله افريقيا بتتحقق. الاهلي بيحلم يلعب في بطل كاس العالم للانديه بتتحقق. ليه؟ بقوه وعزيمه وروح النادي الاهلي لازم كلنا نشعر بيها وكلنا ان شاء الله نحافظ عليها. مسؤوليه كل واحد فينا اداري فني لاعب مسؤول في النادي موظف في النادي عامل في النادي كلنا بنتكلم لغه واحده لغه الفانيلا الحمراء لغه قيمه النادي الاهلي. عايزين كلنا نحافظ عليها يا شباب
مرة تانية ببارك لكم، ألف مبروك. اللي جاي إن شاء الله نبارك لكم برضه عليه بإذن واحد أحد إن شاء الله، ونشكركم، وإن شاء الله بيش آخر لقاء ده هنشوف بعض كتير، سواء في اجتماعات كده أو في ملاعبكم بإذن الله، نتواجد معاكم إن شاء الله في ملاعبكم إن شاء الله. بشكركم كتير.